كتاب جمع الجوامع نناد السفرثي الإمام تاج الدين السبكي المتوفى سنة 771 الهجرة من زها 100 مصنف فكتب ثقي جمع الجوامع ذي الروج ذي الروج أم قران ذقيون بحريش انتموسني ذي الشرعيث اسميس أصول الفقه الإسلامي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يثمثن سلام ربي في الأول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقيذ الدرس المجلس رقم 29 من مجالس شرح جمع الجوامع للإمام تاج الدين السبكي رحمه الله المتوفى إقموثن دك سقاس 771 للهجرة نبضي يثمثن معاني الحروف معاني الحروف زرم فيما سبق نهضرت في دلالات الألفاظ لند مثلا ثلا دلالة الإشارة ثلا دلالة النص ثلا مفهوم المخالفة إلى مفهوم الموافقة إلى فحو الخطاب إلى دلالة الاقتضاء على حسب السياق على حسب الأساليب تنوعت أساليب العربية كما تتنوع أساليب اللغات ثمازيغ تقبيلي سعى الأساليب إلى أسلوب مباشر مثلا إلى أسلوب مباشر أسين الفلاني مسكين يحزن تسزن تولنس ذي سفن أسلوب مباشر إيوان يحزن أسمي يحزن تسزن تولنس مطاول ذي سفن مدين ذي سفن كينا يعني الكثرة يسلس وطاس نمسفان يزمرك ديني غاوة لقيس طريق النظام أشيني غمطرة هذا تسوث هذا ولي فهم انت قذيري هذي فهمه ولقي مش اللي فهمه را مطرة هذا تسوث يمشي الدين ضيه يهضر فيه من الطاول فشي يهضر واقي يناسي ونس انت قذيري هذي سفهم هضر نسل معنى مطرة التكيناوث ضرع ذا هدف كله هو مثرع الثاسة أدفكي مطاون الرعذا الرعذا ذا شو لهوا ثسد سكينوان إم الطاون سقلم ولكن المعنى كيف كيف آه السين يجير نصافها معقول شو ده هضرت فين نظن قد يروح يونس عم ميسي يروح فرنسا يقيم ذين ذا مجاح ويض يغالد ذا نعمار ما شاء الله آه السين الفلاني مسكين يسعى ميس ايه تبانو سيجنا استكاث اشو تسيجنا اشو تشد هضر ميثاق ذيليث وين سيسني فهم المعنى المعنى يسواقي يجر نصفه معقول ويهين يغالد خطر ذا عمر ويض مسكين يروح يعجبيت الحال يجا خام يجا مولا يجا كلش صافي في قذقي الأساليب لن تتقذيليث لن تتعرف لن في جميع اللغات ممكن في علم الأصول نحواج الدلالات ولكن بضد الحروف ام كل حرف يسعى تصل معاني باش ما نغل القران نغل السنه نفهم باش نزمر نفهم الحكم الشرعي نفهم الفتوى ام كاسيد نسفغ يمد نبض غلبا ورسيد نبض ذي المجلس 28 نخدم سته المعاني الباء باء باء الف باء وقية ترتيب المديض آلف باء ترتيب الباي إلى ترتيب الأبجدي نهضرت في اللاس أبجد هوز حطي كلام صفص قرشت يخي نخدم واجب منزلي نهضر في اللاس السنة دي الدرس وايض يبدو أن الدرس وايض إن شاء الله تعالى إلا ما يقارن الترتيب الصوتي الترتيب الصوتي يخدم صاحب معجم العين اللي هو الخليل بن أحمد الفراهيدي ترتيب الصوتي معناه في قارس يدخل الحروف المعجم اسمه معجم العين زارس يسمع خطر العين تفقدوك السارك ما دين عين ماشي سيقد فق ما ريكيني با هاتسا كان دي با الدين تا هاتسا دي تا ألف ألف
ولكن العين عين قال كاسيد فخ تكاد ناس غرس ان شاء الله للدار صويض ما يرضى ربي سبحانه الا واجب منزل المنزل لابد ان يجيب عنه. لذلك باء ناقي واحد سكان الساعه 14 المعناف هي ون الحرف وريساري ون المعنى يسعى 14 المعاني نكون نشرح هاد السته مازال ثمانيه اسنكمل الساق سي ساقد نشرح الباقي دليل الصاق حقيقه ومجازا الالصاق. لذلك اني ودايث مثلا ذي الوضوء مدينة ربي سبحانه وامسحوا برؤوسكم البياقي إذا ما تتفهم أن يكون يكون يمكن تساق اللوظو مدينة ربي سقروا أتخم ذاك أكا أكا وقي جوز إلا وين جوز النظام أتخم ذاك أكا الإلصاق أفوساقين ما كان شوية بامان لا يا يجوز إلا وين غادي يخدم كان أكا هذه السامي كان شويط للتبعيض وقي جوز وقي جوز وقي جوز شو رماد وين يفهمنا شو المعنى سلبا اتمس فهم اموري فيه مالا ثروي فلك ناظر وي فلاس عشين الى قكا اين سولدي ثاقي جوز ميلا وين جوز النظام اين سلباء يسعى غطس يسعى 14 المعنى إذا غادي يرسى كيني شوراف كيف ندثني السينغ هذا نشرح هذا الإلصاق حقيقة ومجازا والتعدية بدين ربي سبحانه ذهب الله بنورهم بنورهم ذهب معناه والاستعانة كتبت بالقلم كتبت ب يعني سوى شو ثوراف تحفظ ماشي سو الأورديناتور سو ستيلو الاستعانة يعاونك ستيلو باش تحفظ استعينوا بالقلم بالقلم السببيه نهضر في الناس الى اخره فكلا اخذنا بذنبه بذنبه اي بسبب ذنبه بسبب وكي نشرح يفيد نشرح التيس خمسه المصاحبه مصاحبه قد جاءكم الرسول بالحق بالحق معنى الرسول سدديد ستيفت يدديس الحق قد جاءكم الرسول بالحق أي الحق مصاحب للرسول أمكن فهم المصاحبة يجي سلبا يو الحرف وقيد المعنى وستة وست خمسة المعنى وستة الظرفية والظرفية مدينة ربي سبحانه لقد نصركم الله ببدر ببدر معناه ظرف مكان وأنتم أذلة سلام ذروس فاتقوا الله لعلكم تشكرون سورة العمران الآية 123 صفي الظرفية هذا نفهم صفي ست المعاني ثلاث نرنوية مع المجلس رقم 29 والسبعة والبدلية البدلية شو المعنى يسمى مثلا ما يبشرني أن بصلاتي أسعد يونا صور الساعة دينا سيتوالي قذريم كيني كيني باش تيض أورو سعيد إلى قذريم ميكشور الجيب ما شاء الله لهنا وهذا كيني دخان خامي لهان شتوى سميض ميكش مدق خام ولا شمش وهذا كيني كيني تزاليث خطر ما إلا سيغل شوالا كيوز تزال غارة ورومين غارة صافي ثوالا ردين معناتها السعادة الحقيقية مفهوم السعادة أرواقي شي قارن كيني ولا شوي سيفن عند المفاضلة ولكن لها أنت ياكل إذا قنسوا الإيمان نسوا الإسلام نسوا تظليت نسوا رمضان إلى نسوا خام إلى نسوا طوموبيل إلى نسوا يدري من أدرون تكثي قادة قيمة عليش ولكن تظليت تسفدي الغارة إذا ما يكوني كيني أربي في كيث الزمر تاك الشريف تاك الشريف خير كات كات إما إلا غاك تروح في الشريف تصعود كات كات مش هتخل مض تاك الشريف تصع شفي ثنتاك ثورا يمكن يلوس هذاك في دارنا النغياو إيه دا ديفان كات كات زدت تاك الشريف وين يبغى نادي زرا شو سوا تاك الشريف
هذه وراحوا قاعدين ساعه لا شيزر لونت دي سبيطار اتفض مسكين شيني 20 سنه يقول حي فضار 15 سنه يقول زمي غاز زالغ ولد الحوض يقول فوري والوض خاطر تجاي في شريرث ويض يجا في زري ويض صافي. اذا عند المفاضله ولا شم الدين. لذلك حتى في الترتيب نتاع الكليات الحفظ وحفظ الدين مقدم على كل شيء. وبعد يدي حفظ النفس النفس ابرد يس حفظ العقل هي ما يروح العقل شو دي يقولها ابري اديس حفظ العرض بعد يس حفظ المال اذريم ذين قالوا يسال قيمه وذريمه مليح الجامعه قيس وذريمي كفنا عقل الجامعه ولكن حبس اديس دنجر امكانيس دنجر وزمالي ذا مزوارو وزميرانا هذه روح ذا مزوارو وديس قبل الدين قبل الى اخر سي بو سي يون ميل يروح اس الميزانكي نورمال الدين سادي يسمح ليكس في كاس كان نغالا نسنيت انا ذاك يتزال يتصوصم يبضر باري يجي كلشي شي قال قد فينا سيفيليزي امشي كذي باري تزال لا زرنا هذا صومار مي كيما كاش كيما الزاي لقد فانا سيفيليزي باش يقفلن صافي الخدمة غامني ثني فروح اس مسكين لو كان يطف ذي الدين يسار يسعو القيمة دور تقدر وقال يطفن ذي الدين سن حكي عندي وبس وقال ني توزو من دي رمضان ذينا اسن سنقسن ذي ذي الخدمة سنفكين الخدمة في السوسن واسن سنقسن الساعة ذي الخدمة إلى وين ساكن لي بريم وين كان ينسلم يتشان رمضان هذا يرزن في الناس ولي قدر ريمانيس قدرنا راه والسلام وربي ولله العزة ولرسوله كمل وللمؤمنين يرنا ثنيد ثلاث وثلاث وإلى ربي الآية من سورة العمران ولا تهينوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين تفرع إلى المعنى وهذا اسم المجاوزة والمجاوزة وقيل معنى واستسعى كقوله تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام سورة الفرقان الآية 25 أي تشقق السماء عنه معنى المجاوزة المعنى وس عشرة الاستعلاء وس عشرة كقوله تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار أي تأمنه عليه هكا تأمنه عليه معنى الاستعلاء سورة الإعمران الآية 75 المعنى ويس 11 والقسم الباء تفيد القسم أمشي تقال المدن أديض والله سلواو تالله ستة بالله سلبا صافي الباقي صلح ذاق إيه المقلف بالله والله تالله صافي الباء للقسم وكذ المعنى ويس 11 مازال المعنى ويس 12 الغاية الغاية كقوله تعالى في سورة يوسف قد أحسن بي إذ أخرجني من السجن أكيد يحكى ربي في رسن سيدنا يوسف أحسن بي يعني ربي فكي الإحسان إلى غاية يعني لا ذي العناية ربي يقول لا ذي الرحمة ينس ذي العناية ينس ذي الرعاية ينس إلى غاية إمد يفغسي الحبس أكيد نعم يا أخي شمال حبسنا يوسف وإن قد أحسن بي إذ أخرجني من السجن زيد وجاء بكم من البدو يا مولانيس من بعدي قلت سبحان الله أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم سورة يوسف الآية 300 هذا كذا معنى آخر لطيف سيدنا يوسف رسالة في حسيفين نسيك سو حقرنا حقرنا توثمثني سبين تغلجوب مشاورنا لأنه قد يسينا ثنغ يقتل اقتلوا يوسف
سبحان الله خذ من هي الراية مشاور فوق الروس وغان تفنيو من الراية قال ثلاث نكساو كسياقي وخلاص أثناوي الجب ذي الفيرا قاس نجدينا واحدة سوسان ثم ديث تزرم ثم شهود زعمي مطاون بابا سنسيقار أمشاكا يسوس في شاث وشن أتصي خذ من ديكس ولكن السمي ملال توال سالن لا شو دينا وسنيارة فيكون ضربي فنوي كذا وكذا خاطئ إن من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي أما كنت نسي السبا أنسان مرمى المديني من بعد أن نزغ الشيطان بينهم بين إخوتي وبيني أثني ثني ذي يبين كني ذا قروا ذا مشطوح خاطي إزوار ذي جيمانيس شغل ما كان اتهم نفسه إذن سيد الله فيكتيما مزوارون الشيطان يعني من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي ولكن المعنى فقلت شم ذي الحذاقة ذي الفهامة ذي الصرف إذن وقل غاية إلى غاية أن أخرجني الله من السجن المعنى هو 13 المعنى هو التوكيد كونفيرماسيون مدينة رب سبحانه كفى بالله شهيدا بالله ماشي المقلات خاطئ كفى بالله ذاكين بالله ذا المقلات ذاكي لا لا يسعى المعنى وايض المعنى يستوكيد كفى بالله شهيدا سبحان الله في سورة الرعد وسورة النساء 43 سورة الرعد الآية 166 من سورة النساء مرد نضع الشهد مقارن ربي الزيك اسمي قدم العقود في كل بلا الشهودة أنوك شهدي إلا ربي إلا ربي ذاك نغلا كفى بالله شهيدا إلا ربي حديث 100 دينار بارك الله فيك تسمى شو تدغى شكيت يعني العبرة ثم قرآن العبرة ثم قرآن لذلك التوكيد كفى بالله شهيدا إذن البلغ تفيد التوكيد إلا المعنى وايض ويس 14 معنى يس التبعيض وكذا التبعيض مدينة ربي سبحانه ذي القرآن عينا يشرب بها عباد الله سورة الإنسان الآية السادسة عينا ذي العين عند شو العين صار وقسوان السكس عباد الله ولكن ربي سبحانه يك عينا يشرب بها الباقي شو المعنى يس تبعيض معنى منها ماشي واحد السين كان سوان وياض سوان وياض صافي منها أما كنت ناضي آية الوضوء وامسحوا برؤوسكم البني تفيد التبعيض أي بعض الرأس يجزي ذاك إذا غلبت آية النظام عينا يشرب بها عباد الله المعنى يسمينها السوان شويط سوان وياض وتسوينها مرة مثل سوان سوان وياض سوان البشر سوان الحيوانات سوان يزقارن سوان المال سوان الغمان بها ونثني سوان شويط بعض الماء شربوا من بعض الماء ماشي كل الماء إذن عينا يشرب بها عباد الله أثنو فد 14 المعاني يون الحرف يسع 14 المعاني نمس فهم أنروح الحرف ويطور طبعا وفاقا لان تبع الامر تجاوزوا وفاقا للاصمعي اكيدنا والفارسي وابن مالك وكذاكين عمالقه اللغه لكني ثوره ما نهضر ثقليليث ثقليليثك صحان سي نهضرني مغار نتسمغارين دكزرار خاطر السين كان تقليليث صافيك دي مسريش تقليليث من مخلف أندر نغال نغال القبائل فيها ضر القبائل صح ضاري فيها رمصدين اثنين ذي اللغة العربية لن لبول أقطاب اللغة مدينة ذاكية يفكدك 14 مدينة ذاكية 14 إن وفاقا للأصمعي الأصمعي يجي ذا شو كسعان ذي القوة قرنك هو يسمى براوية العرب إسعان الشندم قرآن راوية العرب
ممتاز. هو إمام في اللغة، إمام في اللغة، زيد إمام في الشعر، حتى لقبه هارون الرشيد أم كيتسمى إني يسكشني شيطان الشعر. ذي الشيطان ذيك سفرة شيطان الشعر. يموت في سنة 216 للهجرة. وذكره الإمام صاحب الشيخ الإمام الذهبي في كتابه، وذكره الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء. أحسنت، 10/10. إذن بارك الله فيك يا لطفي. ذا ترجم له علم من الأعلام اللي هو الإمام الذهبي في كتابه الشهير سير أعلام النبلاء، وكذلك هو الفارسي والممالكي. يعني في كيغد باش كان غادي يوكد باللي أين دينا كاكي وفقا في اللاس مقرانا ذي ثموسني ذي الميدان. الثامن بل تورني وضر بل ما معنى بل؟ إنك بلقي يفيد العطف، بل للعطف، كقولنا جاء محمد بل علي، يعني يساند، يساند محمد يشمد الجامع، جاء أنا حضرنا أتى بل علي، ميم علي يساند يشمد سين الجامع، ويسم اسم محمد اسم علي إزما دينيوا، ولكن يدينا روا إن بل خطر ذي تعرفت بل تفيد العطف أيضا. إلا ذا المعنى وايضا بل اسم الإضراب، والإضراب باقي إما يكون للإبطال أو للإنتقال، أكن غاكا للإضراب إما للإبطال كقول الله تعالى أم يقولون به جنة. النبي صلى الله عليه وسلم تهمت ما كنت تهم الأنبياء وياض تهمت سلجون ونسقرنا ويدروش يسلف. بعد ربي شو دينا بل جاءهم بالحق، بل جاءهم بالحق للإضراب، أي غير ديفكا للإضراب زيد بمعنى الإبطال، بل جاءهم بالحق اكس ولقي قرمك باللي في الدروش بجنون خط، بل للإضراب زيد بمعنى الإبطال، إبطال مع التهمة اكسس التهمة ان بعد يفقند في ذات إند بل جاءهم بالحق. تجي سورة المؤمنون الآية 70. أو للانتقال من غرض إلى آخر، للانتقال ستادير أتهدر فيون الموضوع أبري أدس باللاقي ذموام كياشا داوي إما للإبطال إما للانتقال. أكيد سفر سقوى ولا رواية سقيون الموضوع غير الموضوع النظم. أدنفك الدليل نختار الآية كقوله تعالى ولدينا كتاب ينطق بالحق، كتاب الله ينطق بالحق وهم لا يظلمون. وبعدين بل قلوبهم في غمرة من هذا، سورة المؤمنون آية 62. شوف سبحان الله فيه نقل فيه الانتقال من غرض إلى آخر، يهضر في الكتاب الذي ينطق بالحق وأن الله عز وجل لا يظلم أحدا ويظلميون. أن بعد الناد لشو السباب بل قلوبهم في غمرة من هذا مليون يغيث الجوليس، يغيث الجوليس خلاص الله غالب حتى الحق الذي جاء به الكتاب أريب وضع رسوليس ما وصلش. لماذا؟ لأن قلبه بعيد، شغل جهاز الإرسال يصحى جهاز الاستقبال ولاش ثلاث دي السواليون ما إلا غندث اللي ولاش للشو إيه هو يسكن أي تساعوه دي تساعوه دي تساعوه وكذي تطفره
تليفوني كيلها يروح الديماري يتقلب ويفارى أذين يا ربي سبحانه قدينا بل قلوبهم في غمرة من هذا. معناه نقلنا من غرض إلى آخر. الغرض الأول هو بيان أن هذا الكتاب جاء بالحق وأنهم لا يظلمون، ربي سبحانه لا يظلم أحدا وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وبعدين ولكن تقولون وكل شيء ذول خطر أول ما يلزدي يتقبل الإيمان أذي يصدق قوليس الإيمان مولاش خاطئ يغدينا ربي ذي القرآن الكريم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سلامة القلب. لذلك حذر ثخا يثمث القلب يحذر يزمر ذي اليوم دين غير تظل لا يتصوزهم ولكن يوليس ذا بركة إيه إيش راهي نسلم لي كارتوتو كارت دوني ثاكو يرنان ساي تشوف واسي قال كذا ممكن يتفقس ممكني ولا شو يشفان ذي الظليث بيان العبادة مسكين 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 أسين السلام عليكم وكذي تسرى على بك وقي مسكين والله أسين عظم الله أجرك يعني تجرقك للجنازة حذر يوني هذه الزخب ويضف العبادين سو زرارة أنا ذعور بغي الصرا كان دايا 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 طالب أكن مالا أين نخدم أن غرب بصرا دايا إن شاء الله ثم ديث تيني الهان ولا قرا ثم حقراني اسم العبادة سبتو ثاقي ثوار مليح ولا شو قوارنا مثاقي الشيطان يتكلي خيبا في سداقة سيني شيني ما يخصك والو تفض الدين الله الله هذا هو يضاقي لي ميزيل ما قلنا بي بريكان بي بريكان مشكلة مشكلة كبيرة. وقد قيل مساكين نسأل الله لهم ولنا الهداية والثبات من يغدى ولا قيل من باب التذكير عفظ ربي إليك متواضع ضمع ذي ربك يصر ما يقفل لك من ظل شو تنقار بكفة ظليث استغفر الله استغفر الله استغفر الله إذا تنقص بعد كل طاعة بعد كل عبادة نستغفر الله بلك غيافر ليك. التاسع بيدا ترى الحرف ويش تسعة بيدا أول شيء قرنتي تعرف بيدا بمعنى غير ما دين مثلا إن فلانا غني بيد أنه بخيل. الفلاني ضمر كانتي ولكن أتوالض أسفك ذو الوعدة لن ويضاك نغلا لن مركانتيين إيفانت في اللاسن نتسي السنفع إسفايدي ثوشولتيس ثدارثيس إيهليلن إيمغذان ثجال إيوجيلن الجوامع في معمرين لن مركانتي لكن غلا أكيد النبي صلى الله عليه وسلم في حق هؤلاء إن الدنيا عمل مال الصالح للرجل الصالح وقي ضمر كانتي فاند في اللاس إلا وايض النظن يسعني مليارا إخاك أودي فغيرك في اللاس وريس سنفع نتسع ولا ثواشلتيس ولا ثلوميس ولا ثدرتيس ولا ما تواليض سيد الله وقال سفك شوط الوعد ذا شد ينظر فاقي استعرف أدين إن فلانا غني بيد أنه بخيل. إذن فهم معنى بيد معناه بمعنى غير. ثم نروح إلى الحرف العاشر ثم وقل الحرف وسعشر أشدنا تجدين السبكي رحمه الله إن ثم حرف عطف للتشريك والمهلة على الصحيح وللترتيب يبوثي داك ثم يجي حرف عطف أمن تسا ديوث تفاميل تأكذ الواو أكذ الفا وقذا قياك ذيون بل هضرت فلاس حطر حروف العطف لا نطاس سيسن وقذا قوم السلام ولكن إيش دي قار ثم حرف عطف للتشريك والمهلة إلى قضية المهلة على الصحيح وللترتيب بمعنى
مرادينيض جاء محمد وعلي، الواو يفيد مطلق الجمع. وركاد ينض محمد يكشم دم زوارو بلك علي بلك يكشم علي دم زوارو ان بعد يفعيث يد محمد مين كنا دنيني جاء محمد وعلي حد ينظمي علي دم زوارو كني عادي استخدم الواو وقال شو دنيغ نغد الواو واو حرف عطف يفيد مطلق الجمع. إيماني غاي جاء محمد ثم علي ما عندها ذ محمد يدكش من دام زوارو بعد مهلة بعد مدة يشمد علي صافي لنسين المعاني ثلاثة المعاني المعنى مزوارو ذ العطف وساند المعنى والسين الترتيب نغ التعقيب محمد ذا مزوارو علي إثفعيثيت المعنى والثلاثة التراخي نغ المهلة بعد مدة بعد مدة نمس فهم ثم الحادي عشر الحرف يسحداش حتى ذا شو المعنى كما قال تجدين سبكينة لانتهاء الغاية غالبا سلام هي حتى مطلع الفجر أي إلى غاية مطلع الفجر. طبعا سورة القدر الآية الخامسة. إذن الحرف الحادي عشر حتى لانتهاء الغاية غالبا في مثل قوله تعالى سلام هي حتى أي إلى غاية مطلع الفجر. سعى المعنى ويض وللتعليل وللتعليل حتى سعى المعنى للتعليل كقولنا مثلا أو كقول أحدنا لغيره آمن حتى تدخل الجنة نغ آمن تأمن حتى تأمن آمن حتى تأمن سعوا الإيمان باش تعيش ضد الأمان خطر ما يلولاش الإيمان ثرويث بروي أسلم حتى لا تكون من الخاسرين أتفضي الإسلام مولاشات سيريس وقلقا ذي خسرا ومدقرا داما يمدينا ربي ذي القرآن إناد يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته وتموتن إلا وأنتم مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الآية يجي باش تصف هذا المعنى الصينيون اكشم الإسلام اطفضي الإسلام باش تسيري دارا سقي قاضي خسرني ندمن أسأل الآية ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن وقي معنى ثاني للحرف حتى للتعليل. طبعا نختزل الكلام كثير نروح للحرف وايض الثاني عشر ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين سورة الحج الآية الثانية إنك للتكثير وللتقليل ولا تختص بأحدهما معناتها قد ترد للتكثير وقد ترد للتقليل ولنت بعض الكلمات بعض الحروف كما قلنا المرة اللي فاتت بعدين والليل إذا عسعس ما معنى عسعس؟ سعى معنيان مختلفان متناقضان والليل إذا عسعس المعنى يس والليل إذا أقبل مرد يس طلام نغ والليل إذا عسعس ما يروح طلام ما يساد ما يروح يون بوالي سعسين المعاني حسب السياق تفهمض. وطبعا كي كنت دير البداية
لا يمكن فهم الأصول إلا بفهم هذه الدلالات. وقد أشرنا دلالات الألفاظ ودلالات، ثم أشرنا إلى دلالات المعاني. بفهمنا لهذه الأدوات ونحن نتعامل مع النصوص في الكتاب والسنة، نحسن التعامل مع الكتاب والسنة استنباطا للأحكام وفهما للمعاني. إذن لكن مدهنا إنه للتكثير وللتقليل ولا تختص بأحدهما. لذلك لابد من فهم السياق باش تزرد ما هو المعنى المراد، ما هو المقصد المراد. الثالث عشر حرف على. الأصح هكذا يقول تاج الدين السبكي أنها قد تكون اسما بمعنى فوق وتكون حرفا للاستعلاء. تكون اسما بمعنى فوق، تكون حرفا للاستعلاء، كقولنا مثلا يخطب الخطيب الإمام من على المنبر، من على المنبر. أن سيدي يخدم الخطبة الشيخ سفلى المنبر، ماشي دقيقة، من على المنبر. صفي على يجي تفيد فوق. نغمي دين ربي سبحانه كل من عليها فان، يعني سورة الرحمن الآية 26، وقالوا كيتسي ذيرن سفلى القاعة، سفلى القاعة هاكن من لا كنت قار اسمس رابع العدوية قار القواليس إذا صح منك الود فالكل هين فكل ما فوق التراب تراب والحنفكل ذكل وكذا كل حنفكل ذكل وقارن استقبالي ذكل يغشن رغيتشن ذا قيمة دين ربي كل من عليها ودين راه الأرض نزرع نفهم وكذا تسيذيرا سفلى القاعة يك أذمثن أكن ملان كل من عليها فان وقي معنى على. إلى المعنى وايض ذا شوف معنى المصاحبة بدين ربي سبحانه وآت المال على حبه، يعني مع حبه. سورة البقرة 177 خطري ون ما يحمل المال يحملي تذرين غسي حمليث ولكن ينفق تجيك المشكلة الغشاك حملني ذريما نورمال عادي شي طبيعي مي ما يليون يومن باللي المال يضرب به ديفكان واحد ماشي شطارة ينسى ولا ما التريكة يورث يجيس دبابا سيدري من تريكة يحونا ثمور ثكال ضربي يقدرا باش بابا سيدي يسعو تريكة يورثيت بلا العثاب نغيون يخدم تجارة يربح خطر يزم هذه يخدم تجارة بعد ما يخسر صافي مال هذا ربي كيوفقا باش تربح. لذلك ربا دي قار حذرث أذري ماكي ماشي نون نون مؤقتا. الشيخ محمد الحسين قار ثمور تفدي لي مولان ثرينيك هذه يسوى سنتجر يوراويك الورثينيك ذغني ثنيا دي يسوى ثجن ويتسجن يوان ويورثوا ألم دي يسار بذي يورث كلش أي غرض بني صورة واحدة صورة الحديد ليث السبعة إنادوا أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. حذر تتحسب باللي أذري ماجية تحسب إترنال الجامي أدي يسوس تحسب كان مؤقتا بلك 10 سنين بلك 20 بلك 40 سنة أدي يسوس تجم وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. بعد شوية ثلاثة الآيات الآية 19 وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله وبعدين يناد ولله ميراث السماوات والأرض. شغل ما كان يودي الدقة صافي ضرب بري ورثن كلش أنا عامه ذن سري ورثن ثم زرت بادة في نوفلا تركتوران إقاراجان كل شيء يغال الإنسى ربادي قال ولله ميراث السماوات والأرض سجين وانس القاعس كل شيء يروح
سي البترول، سي الغاز، سي الغاز الصخري، سي كلش، الذهب والفضة ودراهم والشركات، هذا هو المال. لذلك ربي سبحانه قال غصت حمل المذريم، ولكن وآت المال على حبه، يعني هذا الحب مصاحب، ولكن مع ذلك أنفق. لذلك قارن زيك يا ربي في كريم السن سلضغ إفس ونبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح التفضيون في كيس ربي الأرزاق نتسي السنفع سنفعا وياض إلى المعنى ذا على بمعنى المجاوزة. المجاوزة ما رصيد مثلا رضيت عليه، رضيت عليه المعنى يستجاوزت عنه، المعنى يس رضيت عنه، ذاك صفي على بمعنى المجاوزة. سمح ضاس سمح ضاس صفتص المعاني ذلك من كل حاجة سوى زالس ثورة مرنز سين الحروف الساقين كم يوضن شر الدرس ويض الرابع عشر الفاء. الفاء يجي شو المعنى يس الفاء؟ نظرت فلس قبل حين الفاء العاطفة، أكدنا ابن تجدين السبكي يد الفاء العاطفة للترتيب المعنوي والذكري وللتعقيب. شو المعنى يس؟ المعنى يس ما كدلنا الواو تفيد مطلق الجمع، ثم تفيد الترتيب مع التراخي مهلة. أما الفاء هي حرف عطف، شوف هذه ثم خطر ثقي الترتيب ثقي الترتيب مرادين جاء محمد فا علي معنى محمد ذيكش مدام زوارو جيست أبري فا من بعد جيست أبري يشمد علي نمس فهم أديني الآية أديني غسني يناد ربي سبحانه فين يعني الموت يناد أماته كمل فأقبره كمل ثم إذا شاء أنشره يوث الآية نفهم كلش يبويثين داك وربي ذاك أماته يونمك الموت ودينار ثم خاطي يناد فا المعنى يساوي صزكا فهمما ونزميرا ننطلي وقل ذي غلا ولامش إلى قدر التعقيب أماته فأقباره النشور من المكان المحاسب اللي ثم قرأت ودينا ربي فا ثم يعني مع التراخي زرمو قادي موثن 200 سنة غير ثورة ما زالت في نهيرة الدنيا ما زال أقلاغ ذي 1441 الهجرة الموافق 1970 التاريخ الأمازيغي الموافق ل 2020 من الميلاد مما زلت يرى الدونيس سيبوصر بين ثم يجي إزمرة دوي القرون هكذا. لذلك النشور يأتي بعد الموت وبعد الإقبار بعد الدفن أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. ولكن الترتيب هناك ترتيب يكون معنوي ترتيب ذكري يعني هذا ما هو للتعقيب. ثان جاروث الخامس عشر أشدنا في يجي إناد للظرفين سبحان الله الزماني والمكاني هذا في شغل معنى الزماني مدينة رب سبحانه واذكروا الله في أيام معدودات في ظرف الزمن غلا في أيام ذقوسان في أيام معدودات سورة البقرة 203 إلا ذا المعنى والسين المكاني بدينار ربي سبحانه وأنتم عاكفون في المساجد في يجي تفيد ظرف مكان في المساجد عاكفون ندا وأنتم عاكفون في المساجد سورة البقرة الآية 187 الخاتمة مازال تكمل مثلا ديال الحروف ودعي ذا عندنا ذا مزوارو باللي يكوين قرى كثيرا ذي كتاب اسمه جمع الجوامع لتاج الدين السبكي وهو من الكتب العظيمة جدا في علم الأصول. وعلم الأصول علم جليل القدر ميلا غرى العلمي أكني وثا نزمر أنغ القرآن أكذ السنة نزمر أنفهم
المقاصد الآيات وكذلك استنباط الأحكام من الأدلة التفصيلية لا يكون إلا باستخدام قواعد الأصول وهذا الكتاب في صميم علم الأصول جاون ثلويث أرثي مليليث سلام ربي فلهم.